من سوف يقدمني؟ ما في حد يقدمني اليوم. سيقدمني جني الشعر. لهذه القصيدة قصة رويتها في علية جنوب لبنان. كتبت هذين البيتين واتهمت بالاقتباس والسرقة واقتباسات الشعراء. قلت: كن أنت أنت ولا تكن أشباهك، فالناس تجهل بالحقيقة تجاهك. هم واحد أنت الجميع، ألا ترى كم حاولوا أن يسكتوا أفواهك. فكن أنت أنت صارت مصيبة. أنت يعني والله كلمة هي كن أنت أنت. فسمعت جني الشعر يرسل لي هذه الرسالة ليقول لي: كن صوت حرف لا تكن أبدا صدى، واعبر بفكرك كل آفاق المدى. لا تخترف من بحرهم ماء ولا تأتي الجزيرة ترتجي سفن الهدى. لا ترتقب خبر الظلام، أنا أرى من نور وجهك يا جميل المبتدع. فيراعك المجنون أذهل لبهم، وحروفهم في غيهب ضاعت سدى. لصلاتهم أنت الإمام وقبلة لقلوبهم، فيك الجمال تعبدا. يا أنت يا وطن القصائد كلها، فيك التقى الضدان فيك توحدا. سلم وحرب في القصيدة ذاتها، كيف التقى طير السلام مع العدا؟ كيف الحياة بزهوها وبهائها قد صافحت بمحبة ملك الردى؟ أنت العجيب، أما ترى أزهارهم تذوي وزهرك ثائرا وتمردا؟ من كل ألوان البهاء يصوغ ما يغري فراشات الصبابة والندى. إني رأيت الشعر يبكي ساجدا، يحيي صلاة للهوى متهجدا، وبدمعه طلب اللقاء مجددا. فلتعطه من شمس مجدك موعدا. مهما يطول فراقكم سيعود مشتاقا إلى أصل الضياء متوقدا. فانفخ به من روح حرفك يا فتى، بعد الفراق رأيته مستشهدا. ولتحيه بقصائد مكتوبة بدم الجراح مجددا ومجددا. فلك الخلود بجنة الشعر البهي، أنت السبيل لشعرنا والمقتدى، أنت السبيل لشعرنا والمقتدى. لن أطيل عليكم، هذه مجارات إلى الشاعر الكبير أحمد مطر عندما قال: لمن نشكو مآسينا من القدس إلى عصر داعش؟ لمن نشكو مآسينا وداعش أوغلت فينا؟ لمن نشكو فتاواهم وفكرا جاء يقصينا؟ لمن نرجو ومن ندعو إلها غير بارينا؟ ومن يصغي لأدمعنا وحرف صار يشجينا؟ ومن ينهي ظلام الروح بعد النور يؤذينا؟ ومن يأتي لزرع الحب أزهارا بوادينا؟ ومن يطفي لضا حربا أبادت عز ماضينا وحاضرنا كرهناه شتات كل أهلينا؟ ولا ندري بما يجري بأحلام أتت حينا. قوافي الشعر ظامئة ولا حب فيروينا، حروف الحرب تأسرنا بوسط التيه ترمينا، بنار الموت ترمينا. السلام عليكم. أشكركم، انتهى لقاؤنا اليوم. أذكر إن شاء الله في